أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تباين مواقف المكونات الجنوبية إزاء اتفاق الرياض. أعلن مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي رفضه لاتفاق الرياض قائلا أنه يضفي شرعية لما وصفه بالاحتلال السعودي. وقال المجلس الجنوبي في بيان له إن صيغة الاتفاق شرعنة لطريقة الوصول إلى السلطة بقوة السلاح والاستناد إلى دعم دول الخارج. إلى ذلك اعتبر رئيس الحراك الثوري الجنوبي حسن باعوم الاتفاق بأنه تجيش جديد للجنوبيين لخوض حرب ليست حربهم، مؤكدا أن ما حصل يعد انتقاصا من حقهم في تقرير المصير. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب تباين مواقف المكونات الجنوبية إزاء اتفاق الرياض، وآثار هذا التباين على مصير القضية الجنوبية. نشاهد التقرير ثم نتابع اللقاء مع ضيوفنا الكرام. اتفاق أشبه بمكافأة لمن يستقوي بالسلاح، هكذا عبر مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي عن رفضه لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. رفض أظهر حجم التباين والاختلاف بين المكونات الجنوبية إزاء اتفاق الرياض الذي مكن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والمسيطرة على عدم بقوة السلاح من المشاركة في السلطة. وبرر المجلس رفضه للاتفاق باعتباره انتهاكا لسيادة البلاد وشرعنة للاحتلال السعودي كما وصف ذلك، مضيفا أنه عمد إلى تكريس فكرة المحاصصة بين المكونات السياسية. ويرى مراقبون أن رفض المجلس الوطني للإنقاذ الجنوبي للاتفاق كسر ادعاءات المجلس الانتقالي بتمثيل القضية الجنوبية، وهو الأمر الذي سيعمل على إرباك المشاريع السعودية الإماراتية التوسعية في الجنوب. وبموازاة ذلك اعتبر رئيس الحراك الثوري الجنوبي حسن باعوم الاتفاق بأنه تجيش جديد للجنوبيين لخوض حرب ليست حربهم، مؤكدا أن ما حصل يعد انتقاصا من حقهم في تقرير المصير. وأمام جملة التباينات في المواقف بين المكونات الجنوبية إزاء اتفاق الرياض، يرى مراقبون أن التحالف لم يساهم فقط في إعطاء المشروعية للميليشيات التي يدعمها بقوة السلاح، بل أعطى لنفسه شرعية التحكم والتدخل في قرارات مؤسستي الرئاسة والحكومة بشكل شبه كلي. إذن ولمناقشة أوسع ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي أحمد الصالح. سيد أحمد، مرحبا بك معنا في هذا البرنامج. أنت بداية كمجلس انتقالي، كيف تنظرون إلى واقع التباينات والرفض للاتفاق عند بعض المكونات الجنوبية؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام. في الحقيقة أنا أتحدث هنا كمواطن جنوبي وأحلل كمراقب حول التباينات والخلافات. الجميع يدرك تماما في السياسة أنه لم ولن يحصل يوم من الأيام إجماع كلي على أي قضية أو على أي اتفاقية، ولا توجد اتفاقية مثالية تخلو من الشوائب ومن النقص ومن يعني بعض الخلل الفني فيها، سواء يعني على المستوى الاستراتيجي البعيد أو حتى على المستوى التكتيكي. ما حصل نحن نعتبره كمواطنين جنوبيين وكقوى سياسية جنوبية كاتفاق الرياض بأنه انتصار حقيقي، يعني حل مشكلة مؤقتة حاليا قائمة ضمن مشروع الحرب على يد إيران وعذابها الحوثيين. لكننا كقضية نتمسك بقضيتنا وثوابتها الوطنية المتمثلة في استعادة الدولة الكاملة في السيادة على حدود 21 مايو 90، وهذا أمر غير قابل للنقاش أو الخوض، ولا يمتلك الحق في تنازل عن هذا الأمر أي مكون سياسي، وأي مكون سياسي يخوض في التنازل عن هذا الأمر بأي صيغة أو أي مسمى فإنه يفقد مشروعيته ويفقد حضوره وشعبيته وجماهيريته. أن يخرج أي مكون آخر أو قيادي في الجنوب يمتلك يعني كيان سياسي وله وجهة نظر مختلفة، هذه ظاهرة صحية طبيعية نتقبلها نحن بصدر رحب تماما. ولو لم تحصل ذلك لوجدنا بأن هناك خلل، لأن الوضع الطبيعي أن تحصل بعض الانتقادات وعدم رغبة في الوفاق الكلي في هذه المرحلة. نتفهم لكل الأصوات التي هي لها وجهة نظر أخرى، لكن دعني أقول لك بوضوح، أنا حضرت توقيع اتفاق الرياض 99% من الكيانات الجنوبية وجدت لها سواء بمن يمثلها على المستوى الأعلى أو أرسلت ممثليها لحضور هذا الأمر، وهذا لم يحصل على مستوى القضية الجنوبية منذ عام 94 إلى اليوم أن حصل هناك اتفاق لهذا العدد من المكونات، رغم أن الاتفاقية مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثل السواد الأعظم من الشارع الجنوبي والقضية الجنوبية.
نعم. لازلت أؤكد مرة أخرى بأن القضية الجنوبية كقضية محورية وأساسية متمثل هدفها في استعادة الدولة الجنوبية لم يتطرق لها اتفاق الرياض لا من قريب ولا من بعيد على الإطلاق. اتفاق الرياض هو حل مؤقت لمشكلة مخرجات الحرب على الحوثيين التي حصلت بعد أحداث 2015 وبشراكة من التحالف العربي في هذه الحرب، وبالتالي كانت هناك يعني عدم استيعاب لمخرجات الحرب. بالأمس في اتفاق الرياض حصل استيعاب حقيقي وشراكة وتشارك في صناعة مستقبل هذه المناطق المحررة والتي هي في الغالب محافظات جنوبية وقيادات جنوبية أيضا. ومثل ما سيد أحمد أنت أشرت إلى أن اتفاق الرياض حصل، لو قطعتك سيد أحمد، أنت أشرت أن الاتفاق الرياض استوعب كل المكونات الجنوبية، ماذا عن أبناء محافظة المهرة ومطلبهم أيضا واعتراضهم على مخرجات وبنود هذا الاتفاق، وأيضا عن أيضا مكونات أبناء حضرموت، وهناك الآن تجري لقاءات للرد على بنود الاتفاق التي استثنتهم ولم تشملهم في هذا الاتفاق؟ كلام غير صحيح على الإطلاق. أنا شخصيا كمواطن جنوبي أستوعب وأقدر وأتفهم لكل مطالب لأي مواطن جنوبي أو لأي مواطن في أي مكان، في الحقيقة له الحق في أن يدعي ما يريد. المشاريع بحاجة إلى حاضنة شعبية وبحاجة إلى استراتيجيات العمل عليها، وليست بحاجة إلى أفراد واحد واثنين وثلاثة أو عشرة، لكنها بحاجة إلى إجماع شعبي. محافظة المهرة وحضرموت وشبوة كانت ممثلة بالأمس في هذا الاتفاق، ومتواجدين كافة كياناتها ومنظماتها وفعالياتها السياسية ومنظمات المجتمع المدني. واعتبر حضرموت الجامع مثلا برئيسه موجود، أبناء المهرة محافظهم وكياناتهم السياسية والقبلية كانت متواجدة بالأمس، أبناء محافظة شبوة أيضا موجودين، باقي المحافظات الأخرى كانوا متواجدين. لكن بنود الاتفاق لم تشر إلى هذه المكونات التي ذكرتها. دعني أقول لك بأنه ما في شك أن الدولة كشرعية لن تتفاوض أو لن تدخل في حوارات مع كيانات يعني حضورها متواضع أو يعني محدود، يعني ليس لها تأثير في الشارع أو ليست لها يعني مدى يعني حضور جماهيري وشعبي. مجلس الانتقالي الجنوبي هو وعاء يعني كبير جدا ومظلة يستظل تحتها كثير من الكيانات. نعم، هناك سيد أحمد، يعني لو هناك مخاوف حقيقية أن الانتقالي هو الذي احتكر المشهد في الجنوب بشكل كامل وتم إقصاء جميع المكونات، وهذا واضح في بنود اتفاق الرياض الأخير. غير صحيح الكلام هذا على الإطلاق. اتفاق الرياض ينص على تقاسم الدولة، تقاسم السلطة 50% للجنوبيين، والجنوبيين يشمل بما في ذلك رئيس الجمهورية وكل جنوبي موجود في السلطة الشرعية والذين ينتمون إلى أحزاب وكيانات وتنظيمات ومحافظات ومشاريع مختلفة، ما في ذلك أحزاب المؤتمر والاشتراكي والإصلاح والناصر، كل هؤلاء الجنوبيين سيكونون من هذه الحصة. فبالتالي اتفاق الرياض أنا أرى بأنه شمل الأغلبية العظمى والسواد المؤثر في الشارع الجنوبي. ربما هناك بعض الثغرات مثل ما ذكرت لك، لكن هذه الثغرات يعني يمكن حلها مع المستقبل والحوار. أنا أعتقد بأن المجلس الانتقالي منفتح اليوم على الحوار مع كافة الكيانات الأخرى بسقف مفتوح وبدون أي شروط على الإطلاق للتفاهم والبحث عن صيغة من الوفاق في المستقبل. تفضل بالبقاء معي. نعم. للجميع. لا يستطيع أحد أن يحتكر الجنوب أبدا له. هناك نعم. اتساع كبير نعم. جدا لكافة المكونات والفعاليات. نعم، تفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا من أيضا الرياض أمين عام مساعد حركة النهضة للتغيير السلمي علي الأحمدي. سيد علي مرحبا بك معنا. إذن اتفاق جديد يظهر الشرعية كطرف ضعيف لا قرار لها ومعادلة جديدة تشكلت في الجنوب، إلى أين يمضي مستقبل الاتفاق؟ مساء الخير أخي الكريم لك ولضيوفك وللسادة المشاهدين. بالعكس الشرعية في هذا الاتفاق أثبتت مدى حضورها وأهميتها لجميع اليمنيين شمالا وجنوبا، وأنه ضرورة لحفظ أمن المواطنين وحفظ استقرار الدولة. بالنسبة للآفاق الاتفاق، نحن نأمل كثيرا أن يكون هذا الاتفاق الذي رعته قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أن يكون يعني نقلة في سبيل أو في خطى استعادة مؤسسات الدولة وتقوية الدولة اليمنية من جديد. لا شك أن الخمس سنوات الماضية منذ بدء الانقلاب الحوثي
والدولة شهدت تدهور في جميع الأصعدة وفي مؤسسات الدولة وأجهزتها، ومع الأسف كان هناك تدخلات يعني أضرت بشكل كبير في سير المعركة لبحر الانقلاب الحوثي. ومع الأسف بدل أن تكون المناطق المحررة منطلق لإنهاء التمرد وبناء الدولة، كانت هي يعني معول هدم في تقويض للدولة. ومع الأسف خنجر طعنت به الشرعية من الخلف، من بعض من كنا نأمل منهم أن يكونوا مساهمين ومساعدين في إنجاز هذه المهمة للتفرغ بعدها لحل مشاكلنا اليمنية وعلى رأسها القضية الجنوبية. الاتفاق واضح جدا، وهو بين الحكومة اليمنية الشرعية وبين فصيل جنوبي تمرد وحمل السلاح على الحكومة وخرجها من مدينة عدن وزحف بميليشياته وقواته إلى محافظة شبوة ليسيطر عليها بالقوة وينقل نفس المشروع الذي بقي طوال 4 سنوات في عدن، مشروع الفوضى، مشروع لا دولة، مشروع المرافق إلى باقي المناطق التي تشهد أمن واستقرار. هذا الاتفاق هو اتفاق خاص بإنهاء هذه الحالة من الفوضى والتمرد. نعم. وليس له علاقة. نعم. أنقل هذا التساؤل سيد الأحمدي إلى ضيفنا أحمد الصالح من الرياض أيضا. سيد أحمد، مثل ما ذكر ضيفنا من الرياض أمين عام مساعد حركة النهضة، أن هذا الاتفاق هو أتى ليحل مشكلة التمرد التي وقعت في عدن من قبل المجلس الانتقالي، والاتفاق هو بين هذه بين هؤلاء الطرفين ليس إلا، ما رأيك؟ صحيح، أنا ذكرت لك نصا يعني من ناحية نصية وحرفية الاتفاق هو بين المجلس الانتقالي كند للشرعية، وليس حقيقة حول موضوع أن المجلس تمرد على الدولة على الإطلاق. المجلس يعني كان قياداته والمؤسسات العسكرية التي يعني أعلنت ولاها له هي ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وهي المسيطرة فعليا، ولكن هناك خلل كان أساسي في الدولة من تجاهل بناء مؤسسات الدولة حقيقة بعد التحرير في 2015، بعد حرب 2015 كان هناك ميلان كبير جدا، كانت الدولة لا تمثل الشارع، لا تمثل مخرجات الحرب، كانت لا تمثل الناس. نعم سيد أحمد، لو قطعتك في المستقبل، عفوا لو قطعتك لكي لا نعود لنذكر ما حدث سابقا، نتكلم على مستقبل الاتفاق، وهل الانتقالي هو الآن على استعداد للالتزام بإعادة تدوير الحل أم أنه على استعداد لخلق صراع جديد في عدن؟ على الإطلاق أنا أعتقد بأن الجميع أدرك بأن الحوار والمفاوضات والاتفاق بناء على 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 حوار سياسي واضح وشفاف يكفل حضور الجميع أنه هو الحل الوحيد. يعني استخدام القوة لأي طرف أثبت في المراحل الماضية بأنه لا يستطيع طرف التفرد لوحده بالسلطة أو بالسيطرة، وبالتالي يعني وصلنا إلى نقطة بالأمس بأن الحوار هو المخرج الوحيد للجميع، ونأمل في الحقيقة أن لا تتكرر أي أحداث. يعني الاتفاق واضح، الأشقاء في المملكة العربية السعودية يعني ضامنين حقيقيين لتنفيذ ما حصل، ونأمل من الجميع أن يلتزمون به بدون أن يتذاكون أو دون تحريف أو قراءة مغلوطة لأي بند من بنود الاتفاق الذي توافق عليه الجميع بالتراضي وحضره يعني ممثلين عن كافة الكيانات. نعم سيد أحمد، أنت دائما تتحدث عن أن الجميع توافقوا عليه بالتراضي، خصوصا أن هناك ما يعني صرح رئيس الحراك الثوري الجنوبي حسن بعوم أن الاتفاق بأنه تجيش جديد للجنوبيين لخوض حرب ليست حربهم، مؤكدا ما حصل أنه انتقاص من حقهم في تقرير المصير. نحن في الجنوب كقوى سياسية شاركت أو يعني حضرت أو أيدت اتفاق الرياض ليس لنا الحق ولا نستطيع أحد أن يطلب من أي قوة جنوبية أخرى بأن لا يكون لديها دور نضالي. أي كيان أو أي حزب أو أي منظومة سياسية جنوبية لديها ترى بأن لديها شيء تستطيع تقديمه للقضية الجنوبية أفضل مما قدم، فالشارع أمامها مفتوح، لا يوجد هناك أي تحفظ. باعوم وغيره لدي
لديهم مشروع وطني، إذا كان لديهم أدوات لتنفيذه على الأرض فالميدان أمامهم اليوم، لا أحد يستطيع أن يعترف. أليس كان من الواجب أن سيد أحمد، هل أليس كان من المفترض من البروتوكول أن يجلس المجلس الانتقالي مع المكونات الجنوبية قبل أن يذهب إلى اتفاق الرياض؟ في الحقيقة المجلس الانتقالي دعا لأكثر من مرة وسعى في الحقيقة وحصلت بعض الاتفاقات مع كثير من الكيانات سواء في الداخل أو في الخارج، ولا يزال هذا الموضوع مفتوح إلى اليوم. نعم لسنا راضين في الحقيقة كل الرضا عن آليات الحوار أو مخرجاتها إلى الآن، لكن بالضرورة بمكان أن نجلس مرة أخرى وأن نبقى في حوار دائم ومستمر حتى نستطيع الوصول إلى صيغة من التوافق يضمن للجميع الحضور ويضمن للجميع المشاركة في القرار السياسي وفي كل شيء. يعني المجلس الانتقالي جلس مع الجميع، هناك نعم بعض القصور والأخطاء لكن سيتم إصلاحها في المستقبل، لكن هذا الأمر أيضا يعطي كافة الكيانات السياسية الأخرى التي ترى بأن اتفاق الرياض لا يمثلها يعطيها مساحة للنضال. أي أحد يرى بأن اتفاق الرياض لا يمثلها، الطريق أمامه والشارع أمامه، يرينا ما لديه من حضور شعبي وجماهيري وما هي الأدوات والآليات التي يستطيع تنفيذها، وإن أتى لنا بالجنوب غدا سنترك كل شيء ونذهب خلفه. لا أحد، لا نريد أحد يزايد على أحد أبدا، نحن نعرف كل أحد ومواقفه، وأثبتت حرب 2015 مواقف الجميع، من الصادق ومن الكاذب ومن الذي استخدم الجنوب كشماعة له. اليوم لا نريد أن ندخل في مهاترات أو مزايدات، الجنوب أمامهم والشارع أمامهم، من لديه حاضنة شعبية ومشروع صادق وأدوات سليمة وآليات صحيحة فليتفضل إلى الشارع، وليس عليه أن ينتقد الآخرين أو الكيانات الأخرى، يتفضل للشارع، وعندما يأتينا بدولة الجنوب غدا سنبارك له وننص به رئيس أيا كان. نعم سيد أحمد الصالح المحلل السياسي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا أيضا من الرياض أمين عام مساعد حركة النهضة للتغيير السلمي علي الأحمدي. سيد علي، منذ ساعة توقيع الاتفاق توالت ردود أفعال رافضة لتجريد الشرعية من صلاحياتها، كيف تنظر إلى هذا الواقع؟ أولا أريد أن نجيب على سؤالك السابق الذي وجهته للأخ، وهو حول ضيفك الكريم الأخ أحمد صالح، وهو حول لماذا لم يستشر المجلس الانتقالي المكونات الجنوبية الأخرى حول اتفاق الرياض. أولا أخي الكريم، قلت لكم أنه بكل وضوح وهو رأي رئيس الجمهورية حسب ما طالعنا من أخبار أنه أخبر المكونات الجنوبية بأن الاتفاق يخص تمرد عدن، فما دام أن الاتفاق والتوقيع في الرياض حول التمرد الذي حصل في عدن، ما شأن باقي المكونات الجنوبية التي لم تشارك في هذا التمرد بل كانت في صف الشرعية وضد هذا التمرد الذي حصل؟ فهذا أمر يخص المجلس الانتقالي. بالنسبة أنا أثني على كلام الأخ عندما قال أن الجنوبيين وصلوا إلى أنه لا يمكن فرض الأمر بقوة السلاح. نتمنى أن يكون قناعة الأخ أحمد هي قناعة تصل إلى من وراء من قيادات المجلس الانتقالي، أن يصلوا إلى هذه القناعة ويصل كل الأطراف الجنوبية إلى أن الجنوب هو للجميع، لا يمكن أن يشتكره أي فصيل سواء سياسيا أو فضلا عن فرض الأمر بقوة السلاح. هناك قطاع عريض من الجنوبيين يؤيدون الدولة الاتحادية ويقفون خلف شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، هناك بيانات صدرت بكل وضوح، هناك لقاءات اجتماعات آخرها بالأمس في الرياض، اجتمعت عدد من وجهات ومرجعيات إقليم حضرموت من محافظة المهرة وحضرموت وكبوة، وأصدر بيان قبل ذلك عن أبناء محافظة حضرموت. هناك عدة مكونات سياسية أصدرت بيانات أن لها الحق في وأن خلف مشروع الرئيس عبد الرب منصور هادي ومشروع اليمنيين الدولة الاتحادية. هذا الأمر يجب أن يؤخذ بالحسبان، وكل ما يجري نحن نأمل من هذا الاتفاق وأن يكون عنصر مساعد لاستقرار الأوضاع في مدينة عدن، لأنه بتطبيق الاتفاقية خاصة في الأسبوعين الأولى ما يخص جمع الأسلحة ويعني
دور الشرطة، هذا يؤهل مدينة عدن لأن تكون عاصمة تعود لها الحكومة ويعود لها مجلس النواب وتكون مأوى لجميع اليمنيين من كل المعارضين والمناوئين للانقلاب الحوثي، يكون لهم موطئ قدم في مدينة عدن وتكون منطقة آمنة. بهذه الطريقة وعند تحقق الاتفاق، ونحن نؤمن كثيرا على الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن يكون يعني هم الضامنون لهذا الاتفاق، أن يكفوا بكل ثقلهم، خاصة وأن قيادة الانتقال موجودة الآن في الرياض وقيادة الشرعية كذلك، أن يتم هذا الاتفاق على خير ما يأمل كل المحبين بالاستقرار في اليمن ولعودة الدولة. وباستقرار مدينة عدن وتطبيق هذه البنود في الاتفاق. نعم تفضل بالبقاء معي. نعم نعم سيد ويكون هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الانقلاب الحوثي. نعم علي الأحمدي تفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا أيضا من اسطنبول أحمد بلحاف مسؤول التواصل الخارجي لاعتصام محافظة المهرة. سيد أحمد مرحبا بك معنا. أعلن مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي رفضه لاتفاق الرياض، برأيك ما هي الأسباب والآثار المترتبة على هذا الرفض، خصوصا أنه يأتي في ظل أو إشارات أن المجلس الانتقالي احتكر التمثيل الجنوبي في اتفاق الرياض؟ نعم مرحبا بك. مجلس الانقاذ الوطني بالطبع اصدر بيانه كغيره من المكونات التي ترفض اتفاق الرياض الذي انفرد المجلس الانتقالي بتمثيل المكونات الجنوبيه، وكما نعرف ان المجلس الانتقالي هو اداه بيد الامارات صراحه ووضوحا من خلال الدعم الاماراتي الذي يحظى به. فالمجلس الانقاذ الوطني عندما رفض هذا الاتفاق هو انطلاقا من ان الاتفاق هذا لا يخدم القضيه الجنوبيه، لا يخدم ابناء اليمن في المحافظات الجنوبيه بشكل عام، ولذلك يرى المجلس الانقاذ الوطني ان في هذا الاتفاق هو شرعنه لوجود القوات السعوديه في المحافظات الجنوبيه مثل المهره او القوات الاماراتيه في حضرموت او تواجدها في سقطرى. فالاتفاق لم يكن ذو صفة متكاملة أو حوار شمل المكونات الجنوبية حتى يخرج بصيغة يتفق الجميع عليها. الاتفاق عبارة عن محاصصة في المناصب ونقل الأدوات المجلس الانتقالي من أبوظبي إلى الرياض لا غير. نعم سيد أحمد بلحاف تفضل بالبقاء معي. نعود إلى ضيفنا سيد الأحمدي. الأحمدي إذن هناك تحكم سعودي الآن على المشهد وبشكل عام خصوصا في الملف الجنوبي، هل يختلف شكل تعاطي السعودية مع الملف الجنوبي عما كان عليه سابقا التي كانت تتكفل بها الإمارات قبل الاتفاق؟ الأمور ليست هذه الطريقة التي تقدم بها المعلومة أخي الكريم. نحن حتى أيضا استضافة بعض الأطراف الجنوبية سواء من المهرة أو من حضرموت أو أي مكان لا يعني عدم إشراكهم أن هناك انفراد أو استفراد من قبل المجلس الانتقالي. نحن نعيد ونكرر أن اتفاق الرياض هو بين الحكومة اليمنية وبين مكون مسلح لديه ميليشيات لديه أسلحة ومدعوم كان من دولة الإمارات وقام بتمرد على الدولة. عندما نريد أن نشرك مكونات جنوبية أخرى سواء في المهرة أو في شبوة أو في حضرموت أو في عدن أو في الضالع في هذا الاتفاق، هو ليس اتفاق حل نهائي لمصير الجنوب ولمن سيحكم الجنوب، هو اتفاق لإنهاء المشكلة والفتنة التي حصلت في عدن امتدت إلى محافظة أبين وشبوة، وبنوده كما يطالعها الكثيرون تنص على المناطق بين شمال الجنوب التي هي أصلا من مخرجات الحوار الوطني وليس مناطق بين الانتقالي والحكومة الشرعية. هو الجنوبيين المجلس الانتقالي هو جزء من المكونات الجنوبية في هذه المناطق، فإذا الاتفاق بهذا الشكل. أما ما سيحصل مستقبلا أنا
أن الدور المحوري سيكون لشقة المملكة العربية السعودية، وهم بلا شك من كان لهم دور أبرز في وقف القتال في شبوة ودعم السلطة الشرعية في شبوة. هل هذه الضمانات أو الثقل السعودي الذي أشرت إليه يمنع عدم عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاتفاق؟ شوف، إضافة إلى الدور الميداني الذي قام بالأخوة بالمملكة العربية السعودية واحتضانهم لهذه الاتفاق ورعايته طوال هذه الفترة الماضية، والإشراف من قبل خادم الحرمين وولي عهده على التوقيع، هناك دور أهم هو بين ما تقوم به الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية خاصة لضيق الوقت سيد علي الأحمدي. نعم، وصلت فكرتك لضيق الوقت سيد علي الأحمدي، نشكرك، كنت معنا من الرياض. ونعود لضيفنا أحمد بلحاف. سيد أحمد، بالنسبة للآثار التي تترتب على تباين مواقف المكونات الجنوبية، وأيضا ما هي الخطوات التي يمكن أن يقوم بها مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي لمنع هذا التهميش؟ نعم، سيؤثر ذلك وستتبع هذا الاتفاق خطوات تصعيدية من قبل مجلس الإنقاذ الوطني والمكونات المنضوية تحته، ولكن نحن أيضا نستغرب من يدعي أن السعودية هي راعية الاتفاق وأنها تعمل على التهدئة، بينما السعودية تصعد في شرق اليمن في محافظة المهرة وتعمل على تعزيز دور الميليشيات والانقلاب على مؤسسات الدولة. فإنه من الغريب أن نرى هذا التناقض الكبير الذي تقوم به السعودية، تدعم الميليشيات في محافظة المهرة، تدعم المتطرفين، تدعم الخارجين على القانون، تدعم الميليشيات، تهمش مؤسسات الدولة، مؤسسات الأمن، مؤسسات الجيش، عملت على إعاقة الحركة التجارية، عملت على إعاقة المسافرين في منفذي شحن وسرفيت، وكل هذا يتم تجاهلهم بعض الأشقاء اليمنيين، خاصة أخواننا في المجلس الانتقالي وبعض المكونات الجنوبية، وهذا أصبح أمر واضح ولا بد من التسليط الضوء عليه أن السعودية تمارس دور الاحتلال في محافظة المهرة، فكيف اليوم نصفها أنها تعمل على التهدئة في المحافظات الجنوبية؟ بالعودة إلى مجلس الإنقاذ الوطني، المجلس الإنقاذ هو هناك له تواصلات مع رموز قبلية وشخصيات سياسية ونخب في المحافظات الجنوبية، وسيدرسون خيار التصعيد في الأيام القليلة القادمة. وبينما في هذه اللحظات وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الميسري ووزير النقل إلى محافظة المهرة، أيضا في ظل هذا التباحث ضد الميليشيات وكل من يريد انتهاك السيادة في هذه المحافظة. نعم، شكرا لك مسؤول التواصل الخارجي باعتصام المهرة أحمد بلحاف، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الكرام، أحمد الصالح كان معنا أيضا من الرياض المحلل السياسي، وأمين عام مساعد حركة النهضة للتغيير السلمي علي الأحمدي، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام، ولكم التحية من معد الحلقة عبد الرقيب الأبارة، ومني وإلى اللقاء.